السلام عليكم. في هذا الفيديو غنتعرفوا على واحد الكونسيبت جديد اللي هو الانترفيسز. بيان سور كنا اشاك فوا اننا كنخدموا اشاك فوا اننا كنحطوا بيان سور دي فيديو بيان سور مايكروسوفت خدامه انها كتزيد لي ميزاجور او نيفو ديال سي شارب لانجويج وفي لي تكنولوجي بطبيعه الحال. الا جينا نشوفوا بيان سور في البريفيو في هذا لا دات هادي كاين سي شارب 10 ومؤخرا بيان سور خرج سي شارب 9 وكان بيان سور 8 هو اللي بدينا فيه في الديبي ديال لي فيديو بطبيعه الحال. مي بيان سور غنحاولوا احنا بطبيعه الحال في لي فيديو ديالنا مثلا في الانترفيس غنشوفوا لي شونجمون اللي زادوا شنو كاين باخر بيان سور اللي كاين او نيفو ديال سي شارب. بيان سور حنا كنشوفوا اخر ما كاين في هاد لا دات اللي كاين تيتسجل بها دابا لا فيديو. دونك بيان سور دابا كاينه لا فيرسيون بريفيو اللي هي سي شارب 10 دوت نت 6. دونك بطبيعه الحال الا جينا فور اكزامبل درنا بوطون دروا على البروجي ديالنا اولا مشينا درتنا دونك غنمشي للبروجيكت سوري غنمشي للبروجي غندير فور اكزامبل اديت بروجيكت فايل غنشوف بيان سور هنا دوت نت بيان سور 6 دونك هي 6 بطبيعه الحال ولا لانجويج فيرجن هي البريفيو اللي بيان سور هي ديس بطبيعه الحال لان مازال ما خرجش هادشي اوفيسيالمون. مي هنا بيان سور غنتعرفوا على هادشي وغنهضروا على شنو هما نيو فيوتشر وكاينين الناس اللي كيبغيو يتعرفوا على شنو هما الجديد دونك يقدر يدخل لاشين وغتلقى واحد البلاي ليست فيها نيو فيوتشر اللي كاينين او نيفو ديال سي شارب 10. مي حنا في البلاي ليست ديالنا اللي كنخدموا بها دابا غنتعرفوا على لي نوفوتي بطبيعه الحال وغنخدموا بسي شارب بيان سور اخر ما كاين سا مارش باش ديما نبقاو اجور بطبيعه الحال محترمين لا دات ديال لا فيديو. ماشي واحد بيان سور يجي يتفرج لا فيديو من هنا لواحد العامين ويقول لنا راه لا حنا راه في لا فيرسيون مثلا 15 لا فضل لا دات هذيك لا فيرسيون 10 البريفيو سا مارش. دونك كنهضروا على واحد الكونسيبت اللي هو الانترفيس. اوكي دونك ملي كنا كنبغيو نكري واحد الكلاس اوكي واحد الكاستم تايب ديالنا كنا كنديروا الكيورد اللي هو كلاس اوكي فور اكزامبل غنسميه بيرسون. دونك هادي بالنسبه ليا سي شي كلاس جاست انني كنستعمل كلاس كيورد بات ملي كنبغيو نكري واحد الانترفيس كنستعملوا انترفيس كيورد. وبالنسبه لي زانتيرفاس او الميت او لا باردون لي كلاس ولا انترفيس حتى هما فيهم بيان سور الانترفيس فيهم البروبرتيز فيهم الميثودز فيهم ديليجيتس فيهم الايفنتس ايفنتس بطبيعه الحال وفيهم جاست ديكلاريشن ماشي الامبلمنتيشن. ولكن خصنا نتعرفوا على واحد الكونسيبت جديد شويه عليكم. قلنا ملي كنبغي نكري واحد الانترفيس كنجي كندير الكيورد اللي هو انترفيس سا مارش فور اكزامبل غنسميها اي كاسمر. اوكي بالنسبه ليا اي كاسمر هي الانترفيس ديالي اولا نسميها كاسمر علاش انا نسميها عاديه كاسمر اولا بيرسون اولا. كتلاحظوا معايا بلي ان الكالر ديال الانترفيس داير الجرين يلو بالخضر والصفر بار كونتر بالنسبه للكلاس كاين الجرين دونك تلاحظوا معايا بلي انه بالخضر. دونك هذا هو لو شونجمون اللي كاين او نيفو ديال فيزيوال ستوديو من ناحيه ديال انا كيفاش كنفرق بيان سور ما بين الكاستم تايب ديالنا. تري بيان عرفنا كيفاش كنقادو الانترفيس وغنتعرفوا علاش هي انترفيس وقتاش غنستعملوها وبيان سور هي الكلاس ديالنا. شنو قلنا؟ قلنا جيت سميتها هي دو بريفيرونس. الا لاحظتوا معايا جميع لي كلاس اللي عندنا فور اكزامبل مثلا غنشوف دي زانترفاس ديجا كاينين فور اكزامبل بحال اي كومبارابل دونك هيا اي كومبارابل اي كونفرتيبل اي كاستمر فور دونك كتلقى ديما عندك اي في الاول دونك هذيك شي حاجه اللي هي ستاندار. اوكي دونك انا دو بريفيرونس نجي نسميها اي كاستمر ديما بالانترفيس دير اي اوكي باش كنهضروا بلي ان هادي سي شون انترفاس اوكي مزيان. كنا هضرنا واحد القضيه كاينه بيان سور في سي شارب 8 لتحت كنا كنعرفوا بلي ان لي زانترفاس جاست فيهم غير الديكلاريشن ما فيهمش الامبلمنتيشن. اش كنقصد بهذا الشيء؟ دابا شنو هي الانترفاس؟ الانترفاس غنتعرفوا عليها بواحد الكونسيبت اللي هو لانجيكسيون او لانجيكسيون دو ديبوندونس او ديبندنس انجيكشن واحد لو ديزاين باتر وغندير لكم اكزامبل بيان سور. لي زانترفاس كنا جيست كنديرو فيهم غير ديكلاريشن اللي هي بالنسبه لنا واحد الكونترا. دابا واحد الكونترا كنجي انا كنوجدها وكنعطيها لي كلاس ديالي كاملين يخدموا بها دونك خصهم يغيسبكتيو داكشي اللي عندي انا في الكونترا. دونك انت بالنسبه لك الانترفيس هي جاست واحد الكونترا كي كيسنيوها اي واحد تي امبليمونتي هاد الانترفيس هادي كيخصو يحترم هذاك الشيء اللي مذكور في الكونترا اللي هي لي زانترفاس او هاد الانترفيس ديالي. اوكي شويه عليكم ما هادشي راه موضوع سهل دونك بلا ما تاخذوه بدك التعقيدات سامارش مزيان. قلنا سيدي في سي شارب 8 لتحت لي زانترفاس كان جوست فيهم الديكلاريشن ما كانتش فيهم امبلمنتيشن. كنا كنجي كندير مثلا كنبغي نديكلاري واحد الميثود او نيفو ديال بيرسون دونك كنجي كندير فور اكزامبل فويد او ندير الاكسس موديفايرز اللي هو بابليك فويد فور اكزامبل واتش مثلا اوكي
مثلا console.WriteLine watch method from person. دونك هذه بالنسبه لي انا l'implémentation ou l'implementation de la méthode qui s'appelle watch. Il est bien sûr fait return type, il est void, fait access modifiers, il est public, ou le code ou le content qui est au niveau de la méthode de l'IA, console.WriteLine ou afficher le message. Kna, bien sûr, C sharp. تمنية لتحت ما كنا كنقدروا نديروا هاد الميثود هادي اولا نكتبوا شي ميثود بحال هكا باردون نكتبوا شي ميثود او نيفو ديال الانترفيس بار كونتر كيف ما كتلاحظوا معايا في البريفيو في سي شارب 10 ملي مشيت درت بيلد ما عطانيش ايرور لانه ولات كتسيبورتي هادي كتسمى ديفولت امبليمنتيشن اما في سي شارب 8 لتحت كنا جوست كنديروا البروتوتايب بحال هكا كوم سا كنا كنجي جوست كنديروا الديكلاريشن هذه كتسمى الديكلاريشن كنجي ديريكتومون كندير ريتيرن تايب كندير السميه ديال الميثود كندير الا كانوا دي بارامتر بطبيعه الحال ما كنديرش الاكسس موديفايرز لانهم باي ديفولت هما بابليك مي في سي شارب هاد لا فيرسون اللي هي 10 عندنا لو دروا انني ندير واحد ديفولت امبليمنتيشن اوكي مزيان حنا نخدموا بهاد لون برينسيپ هذا نحطوا ميثود ديالنا اولا ميثود نحطوا لها غير الديكلاريشن اوكي شي لا ميم شوز كي تحترم بالنسبه للبروبرتيز دونك بيان سور الانترفيس ما فيهاش الفيلدز دونك فيها البروبرتيز فيها الميثودز فيها الديليجيتس وفيها الايفنتس دونك سي لا ميم شوز كي تحترم بيان سور نفس البرينسيپ دابا اش كنقصد نحيد هاد لا ميثود هادي مزيان دابا عندنا لا كلاس بيرسون جينا سيدي بغينا نامبليمونتيو هادشي اللي عندنا او نيفو ديال الانترفيس بغيت الكلاس بيرسون تحترم الشروط اللي كاينه في الانترفيس اللي هي اي كاستمر دونك نجي غندير دو بوين اي كاستمر اوكي دونك كتلاحظوا معايا بلي عطاني واحد كومبايليشن تايم ايرور شنو قال لي قال لي بيرسون داز نوت امبليمنت انترفيس ممبر اللي هي واتش قال لك سيدي مادام امبليمونتيتي اي كاستمر انترفيس اللي هي بيان سور الانترفاس ديال بيرسون سي اوبليغاتوار خصك دير لامبليمونتاسيون ديال لا ميثود واتش لان هادي جاست ديكلاريشن دونك انا سنيت معايا كونترا خصك ديكلاري ديكلاريشن ديال هاد الميثود او نيفو ديال لا كلاس بيرسون دونك الا جيت درت هنا بوطون دروا وخليت فيزيو ستوديو يعاوني قلت لي سيدي لي امبليمنت الانترفيس غيمشي يحط لي الكود ديالها بحال هكا غيكتب لي بابليك لان قلنا باي ديفولت هما بابليك اوكي فويد واتش وبيان سور هنا كيدير لي واحد الكاستم كود اللي هو هذا دونك انا غندير كاستم كود ديالي فور اكزامبل هالو فروم بيرسون كلاس اوكي دونك تلاحظوا معايا بلي ان ولات لا كلاس بيرسون كت امبليمونتي الانترفيس هي اي كاستمر بيان سور وسنت مع واحد الكونترا دونك دابا الا جيت درت فور اكزامبل بيرسون بي فوالا نخلي فيزيو ستوديو يعاوني وندير بي دوت وات دوت واتش دونك لاحظوا معايا بلي ان الميثود واتش كاينه او نيفو ديال لا كلاس ديالي بيرسون ونجي دابا ندير كونترول اف 5 غتلاحظوا معايا غنكبر شويه الكونسول ديالي Et là voilà, donc il y a Hello from Person class. Ça marche? Donc, bien sûr, c'est obligatoire. Juste, for example, il y a une property. Ou là, pardon, il y a une property, bien sûr. Donc, il y a un access modifiers. On se met à H. Ok, for example, H. Donc, c'est de. غتلاحظوا معايا بلي ان الانترفيس ديالي قال لك خصك تامبليمونتي وات واحد الممبر هادو كيتسمى الممبرز لان بالنسبه لي انا البروبرتيز الميثودز ديليجيتس الايفنتس هادو جاست واحد الممبرز اوكي الكونستراكتورز وكل شيء ما حنا كنهضروا دابا جوست في الكونسيبت ديال الانترفيس دونك كتلاحظوا معايا ملي غادي ندير بوطون دور 1 امبليمونتي غيمشي يحط ليا ديكلاريشن ديال الايج ديالي دونك انا بيان سور غنديكلاري واحد الفيلدز برايفت اوكي نديرو انت ايج دونك هنا بيان سور فيزوال ستوديو 2022 استعملوا الانتيليجونس ارتيفيسيال دونك كتلاحظ بلي انه كيعاونك تفكر معاك باش انك كتكون مرتاح ملي كتكون كديفلوبي باش ما ديرش واحد الخدمه بزاف بيان سور دونك هنا غندير واحد الايج مينيسكول اوكي وهنا غنقول له جيت عطينا سيدي ديس دوت ايج وملي نبغي ندير سيت فوالا ندير بوان فيرغول ملي نبغي ندير سيت بيان سور ديس dot age equal value ça marche donc bien sûr d'abord j'ai testé les properties de l'age on peut par exemple on utilise le constructor initializer on a tel age de l'age 25 bien sûr ok mazien pardon j'ai d'autres points virgule voilà on génère on affiche console dot write line p dot h donc d'abord il y a un control f5 et là voilà on a 15 وهنا عيط على الميثود اللي هي هلو فروم بيرسون كلاس
مزيان، تعرفنا على هذا الكونسيبت الاول، عرفنا شنو هي انترفيس. دابا قلنا واحد القضيه، دابا انا جيت ما بغيتش ندير هاد لامبليمونطاسيون ديال هادي، اوكي، دونك بغيت نخليها سوا كانت ولا ما كانت ما يعطينيش ايرور، دونك نعطيني ايرور. دونك شنو خصني ندير؟ خصني ندير سكون ابل في السي شارب بريفيو ليا 10، نجي ندير ديفولت او لا بيان سور ديفولت امبليمنتيشن اللي كاينه او نيفو ديال الانترفيس. دونك نجي هنا نقول فور اكزامبل بابليك، دونك تلاحظوا معايا بلي ان الايرور غيتحيد، باردون، ندير لاكس موديفايرز بابليك، ونجي هنا ندير كاستم كود ديالي كونسول دات رايت لاين، وندير هلو فروم اي كاستمر انترفيس. اوكي، دونك لاحظوا معايا دابا ملي غنجيو لهنا كتلاحظوا معايا بلي كيقول لك بيرسون داز نوت كونتينز ا ديفينيشن فور واتش اند نوت اكسيسيبيليتي اكسيتيرا، دونك ما عندوش الحق بيان سور يعيط لها، لان بيان سور ما عندوش، مي ما عطانيش ايرور ملي حطيت هنا الكيرسور، دونك انا الا حيدتها دونك ما يعطانيش شي ايرور في الكود ديالي. دونك هذه بالنسبه كتسمى ديفولت امبليمنتيشن. بغيتي دير كاستم امبليمنتيشن ديالك كتجي سيدي كتعيط تتعيط لها هنا اولا كديفيني واتش ميثود ديالك. دونك انا غدير هلو فروم بيرسون انترفيس او لا كلاس. كاين السؤال المطروح تيقول لك اسيدي انا بغيت نعيط على هاد الديفولت امبليمنتيشن مادام انني كان امبليمونتي، الوغ راه هاد الواتش هادي خصها تكون من لا كلاس بيرسون، نحيدو هادشي هادي اوكي، ولا جينا بيان سيغ درنا هنا بي دوت واتش، باردون، بي دوت واتش، عطيني ايرور يقول لي ما كايناش هاد لا ميثود. علاش؟ لان ملي جيت كريت هاد الانستانس، باردون، درتها لور، علاش؟ لان ملي جيت كريت هاد الانستانس بي، لاحظوا معايا لا كلاس البيزكس كلاس ديالو اللي هي بيرسون، دونك انا خصني نجي نقول له هاد البيرسون هادي البيز كلاس او البيز تايب ديالو هو اي كاستمر، لان اصلا انا كان امبليمونتي لي شوز اللي كاينين او نيفو ديال الانترفيس اي كاستمر. دونك كنجي نقول له هنا كري ليا واحد البي اي كاستمر، ولكن من فروم اش، فروم هاد الكونستراكتور. داكشي علاش نتعرفوا على واحد الكونسيبت اللي هو الديبندنسي انجكشن. غتلاحظوا معايا بان تبدل، لان ولينا كنعيطوا عليها من اين ميثود واتش. مزيان، دونك هنا ما عندي حتى شي ميثود او نيفو ديال لا كلاس بيرسون، واخا انا مكرييه من هاد الكونستراكتور اللي هو بيرسون. دونك كتلاحظوا معايا غندير كنترول اف 5، ها عطاني هلو فروم اي كاستمر انترفيس. اما دابا الى جيت وكرييت هاد لا ميثود هادي بكاستم كود ديالي ودرت له هلو فروم بيرسون كلاس، غتلاحظوا معايا ملي غنجي ندير كنترول اف 5 قول شنو قال لي هلو فروم بيرسون كلاس، لان بيان سور كياخذ بار بريوريتي كياخذ هادي عاد كيشوف هادي. دونك هو لقى واتش ميثود ديالو، غير لاحظت الكيرسور هنا غلقى، ها هو كيقول لك عيط عليها من اي كاستمر بات، غيعيط لان دار ليها بحال دار لها اوفرايدين، دونك بدل عليها بطبيعه الحال. دونك هادي كانت اونتر بارونتيز بالنسبه للديفولت امبليمنتيشن. اوكي مزيان، قلنا نرجعوا دابا للكونسيبت ديال ديالنا، لان بيان سور تعرفنا على الديفولت امبليمنتيشن، فوالا كلشي باقي خدام وهذاك مزيان. دونك الا جيت فور اكزامبل درت هنا الاكسس موديفايرز، اوكي، درت له بابليك هاد لا ميثود، درت ليها بابليك، اوكي، اولا فور اكزامبل درت ليها برايفت، اوكي، غتلاحظوا معايا بلي عطاني ايرور. اش قال لي؟ قال لي بلي ان الواتش ميثود ديالي ماست ديكلار ا بودي بيكوز اتس نوت ميك ات ابستراكت اكسترنال اور بارشل. دونك قال لك اسيدي بالنسبه لي برايفت ممبر اي كاستمر از ان يوزد. دونك بالنسبه لي هاد الاكسس موديفايرز اللي هو برايفت او لا فور اكزامبل بروتكتد، دونك فور اكزامبل نديرو بروتكتد، دونك بالنسبه لي ما يعطي ما يتشكوا لي ايرور، لانه هو باي ديفولت الانترفيس بابليك، اما ما يكتبش بابليك ما عنده حتى شي مشكل. دونك الانترفيس ممبرز ار بابليك باي ديفولت، الا مشيتي حطيتي اي حاجه غيعطيك واحد الايرور بيان سور سامارش. دونك حنا بلا ما ندير هاد بابليك لانه باي ديفولت اصلا، ملي جيت حطيت انا درت لامبليمونتاسيون، لاحظوا معايا ملي غنجي انا ندير الكيرسور كوم سا وغندير امبليمنت، كيحط معاها بابليك باي ديفولت، لان اصلا بار ديفو هي بابليك سا مارش. دونك هادي كانت اونتر بارونتيز بيان سور، باردون، نخلي نرجع الكود ديالي. مزيان، نتعرفوا على كونسيبت اخر بيان سور، الانترفيس. جيت مثلا درت واحد الانت نيم، اوكي، نحط الكيرسور. دونك شنو قال لك؟ الانترفيس كان نوت كونتينز انستانس او لا انستانس فيلدز، لي زانترفاس ما فيهمش لي فاريابل دانستونس او لا الفيلدز، بار كونتر الكلاسز فيهم، ها هو شتي. دونك هذا تا هو ديفرنس بين انترفيس و الكلاس. مزيان، بالنسبه لنا حنا الا كانت الكلاس او لا ستراكشر كتيريتي من الانترفيس،
خص ضروري بيان سيغ تامبليمونتي جميع لي مومبر اللي كاينين او نيفو ديال هذاك الانترفيس، سينو غتعطيني كومبايلر ايرور. شنو قلنا؟ مثلا جيت كريت واحد ستراكشر، ستراكت سميتها تيست فور اكزامبل، اوكي تيست، وجيت درت له غتامبليمونتي من اي كاستمر. طبيعه الحال كنا ديجا هضرنا على الكونسيبت ديال ديفرنس بيتوين كلاسز اند ستراكشرز. الا جينا قلنا ليه تيريتي من بيرسون يقول لك اسمح لي ان راه ما يمكنش ستراكشرز ايريتيو من كلاس. لا هايا تايب بيرسون از انترفيس ليس از نوت ان انترفيس. دونك انا خصني نقول له اي كاستمر، اوكي ما يعطيني حتى شي ايرور، خصني غير امبليمونتي. ها هو يقول لك خصك اسيدي امبليمونتي شنو واحد الممبر فيلد ديالك هو ايج وشنو الميثود. دونك خصني ضروري بيان سور نسبكتي باش يتحطوا ليا بيان سور الامبليمنتيشن ديال الديكلاريشن اللي عندي او نيفو ديال الاي كاستمر انترفيس. دونك سي لا ميم شوز بالنسبه للستراكشرز. سامار مزيان. شنو قلنا؟ مثلا نشوفوا واحد لا ديفيرونس مثلا بالنسبه للانترفاس، يمكن ليها تيريتي من اذر انترفيس، مي الكلاس يمكن ليها تيريتي من ليزانترفاس بيان سور، والامبليمونتي بطبيعه الحال لي ميثود ديالها، او ما يمكنش لها تيريتي من بزاف ديال لي كلاس. وكنا هضرنا على هذا الكونسيبت، راه ما يمكنش تجي تكري لي انا فور اكزامبل واحد الكلاس تسميها سي 1 فور اكزامبل، وتجي دير لي مثلا كلاس 2 اللي هي مثلا سي 2، اوكي، وتجي تقول لي غنيريتي من سي 1. دونك ما عنده حتى شي اشكال ايريتيتي من سي 1، اوكي. دونك بيان سور انا قال لك ماس بيفور، دونك خصني نحط هنا بطبيعه الحال دونك سي 1 ما عنده حتى شي مشكل. اما الا مشيت قلت لي راه غتيريتي من سي 1 سي 2 عطاني ايرور، لان بيان سور سي شارب ما كيسيبورتيش المالتيبل انهيرتنس بالنسبه لي كلاس. دونك هي قال لك نوت هاف مالتيبل بيز كلاس، خصها تكون عندهم بيز كلاس وحده. بار كونتر الا جيت ايريتي بزاف ديال لي زانترفاس ما كاين حتى شي مشكل. فور اكزامبل عندي مثلا واحد الانترفيس، وعندي فور اكزامبل انترفيس اخرى غنسميها هذه اي 1 وهذه غنسميها اي 2. جيت انا بغيت نيريتي من اي 1 ما عطاني حتى شي مشكل، جيت سيدي بغيت ندير اي 2 ما عطاني حتى شي مشكل. سي لا ميم شوز بالنسبه للستراكشرز. دونك الا طلعت الستراكشر ديالي فوالا سي لا ميم شوز. اولا جيت ايريتيت مثلا من هذا الانترفيس قلت له اي 1 هي تيريتي من ما كاين حتى مشكل. دونك بالنسبه لي زانترفاس يمكن لهم يامبليمونتيو لي شوز ديال لي زانترفاس. كاين واحد القضيه خصنا نتعرفوا عليها، نرجع الكود ديالي كيف كان. دونك نحيد هاد الستراكشر هادي. دونك مثلا عندي غير الانترفيس ديالي، عندي انترفاس وحده وانترفاس اخرى، وهذا راه الكود ديالنا اللي كريينا ديال كلاس بيرسون. دونك كلشي عندنا هو هذاك مزيان. دابا جينا سيدي قلنا فور اكزامبل هاد الانترفيس هي اي 1 فيها واحد الميثود، اوكي، واحد الممبر اللي هو فور اكزامبل انت calculate method كتاخد int a و int b، اوكي باردون int a و int b مثلا، وعندها مثلا ميثود اخرى او لك calculate add و انا calculate malt، اوكي كتاخد جوج فور اكزامبل و انا كتاخد int c مثلا. جيت سيدي درت هاد الانترفيس e2 درت ليها انت غتامبليمونتي اي 1، اوكي ما عطاني حتى شي ايرور، لان بيان سور ما تجبرنيش انني امبليمونتي. اللي قلنا لي زانترفاس فيهم ديفولت امبليمونتيشن بالنسبه لا فيرسيون 10، اما لي كلاس خصني ضروري امبليمونتي. دونك انا ما عطاني حتى شي ايرور. اجي دابا نمشيو لا كلاس ديالنا بيرسون، اوكي، وغنقول لي عافاك غرق غتامبليمونتي لي شوز اللي كاينين في اي 2. لاحظوا معايا شنو غيعطيني. عطاني واحد الايرور، اش قال لي؟ قال لي سيدي كشوف راه انا اي 2، اي 2 شنو فيها؟ فيها حتى شي ممبر، ولكن راه كتان تتيريتي من اي 1، دونك حتى هي كتولي تاخد هادشي اللي كاين هنا. دونك الا حطيت كيرسور على اي 2 شنو كيقول لك؟ راه خصك تحط هادشي اللي كاين او نيفو ديال هايا كالكوليت اد ميثود، وشنو اخر؟ كالكوليت مالت ميثود. سامارش. وهنا بيان سور الا كانت عندك ميثود اخرى فور اكزامبل هنا ميثود سميتها كالكوليت ديف فوالا حتى هي غتحط. دونك هنا خصك تامبليمونتي لي 3، وحده جايه من اي 2 وحده جايه من اي 1 اي 1. دونك بحال جيتي كتبتي هنا اي 2 فوالا الا كانت مثلا، ودرتي هنا اي 1 فوالا بحال هكا. الا ما كانت هذه بيان سور خصك تامبليمونتي لي 2. دونك هنا كاينه وحده وهنا كاينه جوج. دونك هنا باش كنخليو الكود ديالنا يكون اكستنسيبل ريوزابل و مينتينابل كنديروا هاد لا ميثود. دونك لاحظوا معايا دابا غنجي نقول لي امبليمونتي ليا، اي فوالا كيحط لي لي ميثود ديالي. فور اكزامبل غندير لي ريتورن اي بلس بي
دونك هادي كترتورني ليا A plus B. هادي شنو كدير؟ دونك ها لا ميثود الاولى اللي جايه من الانترفيس ديالي اللي هي 1, ولا ميثود الثانيه هي من الانترفيس 1. نقول لي فور اكزامبل ريتورن A ناقص B ناقص C. دونك هادي جايه من ميثود اللي هي الثانيه كالكوليت ديف, باردون, من الانترفيس اللي هي الثانيه. اوكي, وعندي هنا كالكوليت مالتيبليكيشن. دونك ندير هنا ريتورن A, فوالا ها هو اوتوماتيكمون تعرف عليها ونزيد تا بي بيان سور, لان فوا ا فوا بي فوا سي. مزيان, دونك لي ميثود ديالي كلهم قادين مزيان. دونك دابا نقدر نعيط عليهم هنا. فور اكزامبل مثلا ندير var result equal what, نقول بي دوت دوت. دونك شنو عندي هنا؟ بيان سور هنا شنو عطاني؟ لاحظوا معايا انا شنو عطاني. فوالا, انا عطاني واحد المشكل, قال لي لانني كرييت من الانترفيس ديالي اي كاستمر, دونك ما طلعش لي ميثود اللي كاينين او نيفو ديال بيان سور لا كلاس بيرسون, لانه كيشوف لي ميثود اللي كاينين هنا بيان سور لي في اي كاستمر. اوكي, دونك انا كون ابل نستعملو الكاستين ونستعملو الاكسبليسيت, هادشي غنشوفوه في لي فيديو الجايه. مي دابا بيان سور غنردو بيرسون. اوكي, وغنقول له هنا بي دوت وات دوت كالكيليت اد, نصيفط معاه فور اكزامبل 15 4, وندير انا كونسول دات رايت لاين, نستعمل الانتربوليتد ديسبلاي او الواي باش كنافيشي. دونك نقول لي ذا ريزولت از اوكي, ونعيط على باردون الفاريبل اللي هي ريزولت. اوكي, دونك دابا درت كنترول اف 5, 15 زائد 4 هي 19, هاي ذا ريزولت از. دونك هذه كانت واحد كيف ما تنقولوا واحد الرؤيه شامله على الانترفيس. باش ما نطولوش في لي فيديو, بيان سور تعرفنا تا بيان سور لي نوفوتي اللي كاين, تعرفنا على ديفولت امبليمنتيشن اللي كاينين او نيفو ديال الفيرسيون بريفيو. ما تنساوش انكم تانستاليو فيجوال ستوديو 2022 بيان سور, و بيان سور راه هو كي تانستالي راه كتانستالي مع بيان سور دوت نيت 6. اوكي, وهنا بيان سور ملي تمشي لايديت, ملي تكري واحد الكونسول ابليكيشن, تمشي لايديت بروجيكت فايل, غتلقى دوت نيت 6.0, وجيد ليها لانج فيرجن, هذه هاد البروبرتي هادي بالاكسامل, وحط بريفيو بيان سور باش تستعمل البريفيو لانجويج اللي جايه دابا, لان لا فيرسيون ستاندار هي 9, مي اللي جايه دابا هي 10. دونك في لا فيديو الجايه ان شاء الله نتعرفوا على واحد الكونسيبت جديد اللي هو الاكسبليسيت انترفيس امبليمنتيشن, نتعرفوا على هاد القضيه هادي باش هكا نحاولوا اننا نشوفوا نغطيو كاع لي شوز اللي كاينين او نيفو ديال لي زانتيرفاس, وغنديروا واحد ليكزامبل باش هكا نتعرفوا على واحد الكونسيبت اللي عنده علاقه بالبوليمورفيزم ديال لانجيكسيون او الديبندنسي انجكشن. دونك هادشي غنتعرفوا عليه ان شاء الله في لا فيديو الجايه. دونك ما تنساوش انكم تبارطاجيو وديروا لايك وتخليو لنا كومونتير في الاراء ديالكم والملاحظات ديالكم والاقتراحات ديالكم. نشوفكم في لا فيديو الجايه.